بنجاح منقطع النظير أنهى منتخبنا الوطني مهمته الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وذلك بالفوز على السنغال ذهاباً دون رد، وذلك قبل مواجهة الإياب المحدد لها الثلاثاء المقبل في العاصمة السنغالية داكار. نجاح مهمة أبناء المدرب البرتغالي كارلوس كيروش جاء بعد تحقيق الفوز بهدف عكسي عن طريق سيس مدافع السنغال الذي فشل في التعامل مع تسديدة محمد صلاح التي ارتطمت من العارضة، كما أن شباك الفراعنة لم تتلقى أهداف، وهو الأمر الذي يصعب المهمة على المنتخب السنغالي الذي بات مطالباً بالفوز بهدفين دون رد في لقاء العودة. وهي مهمة قد تبدو مستحيلة في ظل تحسن المنظومة الدفاعية للمنتخب الوطني تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم. مباراة الثلاثاء ستشهد غياب خط دفاع منتخب مصر الأساسي في ظل إصابة محمد عبد المنعم بكسر في أنفه وإيقاف حمدي الونش لتراكم البطاقات الملونة، الأمر الذي دفع المدير الفني لاستدعاء الثنائي رامي ربيعة وعلي جبر قبل السفر إلى السنغال. الجزء الثاني من مهمة المنتخب الوطني مساء الثلاثاء في السنغال سيشهد صعوبات كبيرة، فبطل كأس الأمم الإفريقية الأخيرة سيتسلح بجماهيره الغفيرة التي ستحتل ملعب عرين الأسود الجديد الذي تتسع مدرجاته لخمسين ألف مشجع، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة الاختبار الصعب بالنسبة لخبرات كيروش وطموحات وأمال رفاق محمد صلاح. الصعود إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ الفراعنة والرابعة بشكل عام منذ ممارسة كرة القدم داخل المحروسة هو حلم يسعى الجميع لرؤيته يتحقق، فهل تقف الساحرة المستديرة بجانب المنتخب الوطني هذه المرة بعدما عاندته في نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام المنتخب ذاته؟ أم سينهي المنتخب السنغالي أسطورة غياب المنتخب المتوج بالكاف عن المونديال؟